الله يرحم لكم الوالدين. هاد الناس اللي كيجيو للبحر جمعوا زبلكم، جمعوا الزبل ديالكم، علاش كتلوحوا؟ علاش كتشتوه؟ راه حشومه. واش هادشي كديروه في ديوركم؟ راه عيب والله الا عيب. حرام عليكم ديروا بحال هاد الحاله لهاد المدينه هادي. ومدينه زوينه كيجيو لها الناس من العالم، كيجيو هنود، باكستان، رواسا، المانيا، كنتعاملوا مع جميع الناس هنايا الا المغاربه هما اللي بلاصه شي طوموبيل يبدا يلوح من الزبل من الطوموبيل للارض. والله اخويا الا حشومه، والله الا حشومه، حشومه. انا كنقولها لهم حشومه من هذا المنبر، وحق الله الا حشومه. عيب من جهه تلقى القراعي الدلاح مجامر مهرسين. واش هذه منطقه سياحيه ولا سوق ديال ايتاميره ولا ما عارف فين؟ عيب والله الا عيب. ايتاميره راه ولا مزيان بنادم يوعاو شويه وزيد. وعندي واحد الحاجه، واخا نتوما جيتو تهضروا معنا اخويا على الجرده في الطوبيسات مثلا، في الطوبيسات قيامه انا اذا انت راك مع والديك شي كيخسر الهضره والمدابزه وشي كيغني ما عرفنا واش غاد مستعملين وسيله نقل نجيو نقضيو غرض ولا غاد العراسيه ولا ما عرفت. ما انا مابقاش نجيب ولادي انا بعدا. حتى المواطن كيساهم واحد شويه تقريبا. المواطن كيساهم 50%. المواطن راه ما كيجيش هنايا باش يشوف واش جايب ميكا، جايب حاجاك يطيب في الجرده، والجرده ديال عمومي باش الانسان يجي يرتاح فيها ويشم فيها واحد الريحه مزيانه من ناحيه الشجر وداك الشيء. هو كيجي تما كاين ويحط مجمر وكيبدا يدير في العافيه. ايوا واش هذا واش متنزه ولا ما فهمت كاع اش كاين، شنو هو داك الشيء كاع؟ هذاك الشيء كاع ما تعرفوا اش كاين هذاك الشيء. نصيحة الله يهديهم، والوعي ماشي من المواطن، راه خاص توعية. كاين بحال هاد الإذاعة، كاين التلفازة، كاين لي جورنو، كاينين جمعيات، هادو هما اللي خاصهم. هما المواطن من الإنسان هو جا كاع واسمو هو ما عارفش، ولكن خاص مني وعيه، خاص مني يعطيه يد المساعدة. النصيحة ديالي للبلد، الناس ديال البلد يقوموا بالدور ديالهم على وجه كامل. هاد بالنسبة لهاد الناس هادو، بنادم مني كيجي كيتغدى كيطيب كيكل شيء وكينوض، راه البهيمة راه كتجمع، راه القطط راه مش مني كيدير شي حاجة، راه كيقاد كينقي بلاصتو. وبالنسبة لك البشر راه النظافة من الإيمان، اللي ما فيه نظافة ما فيه إيمان. نطي قديتي جمع داك الشيء ديالك ديه بحالك، صافي. عاون أنت وعاون البلدية وعاون كل شيء، واخا كان البلدية ضعيفة المواطن خصو حتى هو يعاونو. منطقة سياحية وما كان حنا بالنسبة لولادك هادي ما رضاوش بهذا الشيء باش كنشوفوا هذه المدينة هادي. بالنسبة الصباح ملي كتجي ما كتلقاش فين تدوز، الكلاب كيجرو، الأزبال، ما كاينش المجلس البلدي ما قايش في الدور ديالو، تا كيطلع النهار وعباد الله جيت تريني عاد كيجيو هما يبداو لك قاعد قاعد قاعد. زعما هادشي ديال اكادير كرفصوه. بالنسبه للمجلس البلدي ما قايش في الدور ديالو بصفه نهائيه. اش كاين في اكادير؟ ما كاين والو. هاد البلاصه هادي بنادم كيجي كيتريني هاد البلاصه، قال المناطق سدوهم اكادير فلا سدو كلشي البلاصه. كمن كيجي بنادم كيلقى هكا الاجانب كيبداو يصوروا في هذيك، راه شوف هذيك الشيء راه شوفها لينا حنايا. حنا راه عندنا غير على هاد البلاد هادي، بغيناها تبقى نقية، بغيناها تبقى زينة. ماشي غنبقاو حنا ديال وقت ما جينا نلقاو ديما أكادير غادي اللور اللور. ما كناش أكادير ما كناش كنعرفوها بهاد الحالة هادي. شي بزاف زعما المجلس البلدي ما مجلس ما توزة، هذا ما مجلس ما والو. هاي الصراحة يهز حوايج يمشي بحالو. خلي الناس يبغى تخدم، كانوا الناس خدامين، كانوا الناس بخير، كان اكادير كان نقي كان زوين. مني ولا كنشوف هذه الحاله هذه اكادير راه لا اله الا الله، راه بالنسبه للاحياء الشعبيه راه ولات احسن من المنطقه السياحيه. نقيين على المنطقه السياحيه، الناس ديالها نقيين، الناس ديالها فيهم الغيره. مني كتجي لهذ البلاصه هذه كتقول لها شحنا في اكادير ولا شي بلاصه، راه الباديه ما بقاش في هذه الحاله هذه. السوق والله العظيم تصور جاي في الصباح، جاي مع 8 جاي مع 7 ديال الصباح تشوف الحاله كي دايره. كان المجلس البلدي كانوا الاولين كانوا كيخدموا مع 4 د الصباح، كان الليل كيصبح اكادير نقي. دابا فاش شدوا كاع مني والثلاثي راه لا اله الا الله بقى ما يتشاف. واش اكادير ديال شركه تعطي لشركه تخدم الجرده؟ الشركه ما كدار كاع براسها، وغادي واحد البيكوب وخصهم يجمعوا اكادير. اش كيدايره هذه البلديه؟ كانت خدامه البلديه كامله، كانت خدامه مزيان. دابا البلديه مشات، المجلس البلدي ضاع، اكادير ضاع، الناس ديال اكادير مشاو. يا خويا اش نقول لك؟ الناس كون عندك الفكره ديال النظافه اول حاجه فهمتي، يعني جيتي ريحتي كليتو شربتو بصحتكم، لكن ما فيها باس تجمعوا بلاصتكم تنقيو. هاد الحومه البركات راه عمرها دني بالبركات فهمتي، بلاصه ديال الازبل.
والناس حنا كاين الناس مساك ما عارفينش فهمتي، باقي عنده عقليه قديمه، كيجي كيريح كيلوح الزبل عنده عادي فهمتي، كيقول لك شي سيكال وكيمشي. والله يهدي هاد الناس ويحاولوا ينقوا راه كضرنا خاطرنا، والله حنا ولاد المدينه كضرنا خاطرنا كنشوفوا هاد الشيء. النصيحه ديالي هو الماكله ديال الشارع هي اللي كدير هكا صراحه، كون كانت الماكله ديال الدار ما غاديش يدير بحال هكا، يعني الماكله ديال الشارع هي اللي كدير هكا، كياكل في الشارع وكيلوح الزبل. ثاني حاجه ما كاينش توعيه من الوالدين ولا الوالدين لا المدرسه، والمشكله ماشي القضيه تاع التوعيه، هو داك حتى اللي بيدير التوعيه ما كاينش، وحتى الدري ما بغاش حتى هو يدير توعيه. يعني هنا كاين واحد الانعكاس، يعني خصنا نجادو بزاف في هذه القضيه ديال التوعيه. السلوك غير حضاري اولا بالدرجه الاولى، ثانيا يعني الجهاز المشرف على النظافه على وجه البلديه يعني كتعبئ طاقم، يعني كاين طاقم تقني وطاقم اداري وكتعبئ يد عامله، يعني كتبدا من الاشغال من السادسه ونصف صباحا الى حدود 11 ليلا، يعني كاين هناك تناوب في اليد العامله. علاش؟ باش يعني نقوموا بدور ديال التغطيه، وفي نفس الوقت باش نقوموا يعني الحفاظ على المتنزه الواحد ديال شاطئ اكادير. ولكن للاسف يعني كنأسفوا بان الناس يعني البلديه كدير لهم الحاويات وكدير لهم يعني جميع المسائل باش يرموا النفايات ديالهم والبقايا ديال الازبال تاعهم، الى انه كتلقى يعني عكس ذلك، كتلقى ان الناس المنطقه يعني الحدائق العموميه يعني اللي هي يعني كيشتغلوا كيستافدوا منها، كي يعني كيتناولوا وجبه الفطور وجبه الغداء وكذلك العشاء دي كيرموا البقايا ديالهم النفايات بدل ما يرموا في الحاويات، كيرموا في الحدائق وكيرموها في الممرات الراجلين وكيرموها في الطرقات. هذا يعني كيخلي واحد يعني واحد لاصاج على اليد العامله، يعني كتبدل واحد الطاقه وكتبدل واحد المجهود يعني وكدير يعني كندير سوا اضافيه من اجل يعني النظافه ديال المكان. ويعني والنصيحه اللي كنوجه للساكنه والمستضيفين ديال يعني خصهم يحاولوا ما امكن يحافظوا على نظافه البيئه ويحافظوا على جماليه مدينه اكادير. هي مدينه تعد مدنيه، مدينه سياحيه بامتياز من الدرجه الاولى، ومن اجل يعني الاستغلال هذا المتنزه ومن الاستغلال وهذا كيرجع ان مازال عندنا يعني عقليات يعني متخلفه، يعني رغم الصحه الاعلاميه ورغم يعني القنوات الفضائيه ورغم يعني اللي كينجو يعني وكينو بالنظافه فهمتي، مازال عندنا. وهذا كيرجع يعني كيرجع لنا كاين تقصير في جميع المؤسسات. لان علاش؟ لان الدين ديالنا الدين الاسلامي يدعو الى النظافه، والرسول صلى الله عليه وسلم كاين يعني في بعض الحديث يقول نظفوا افنيتكم، والمؤمن يعني كيكون نقي وكيكون نظيف، ولذلك كيكون نظيف كيكون نظيف حتى في العقل تاعو وفي النضج ديالو وفي التفكير ديالو وكيعطي. وكنقول كنشكر اليد العامله ديال البلديه يعني اللي كتسهر انا الليل واطراف النهار يعني باش النظافه، يعني لولا هاد اليد العامله يعني اش غنقول لك، الناس ما غاديش يستغلوا هاد الفضاء.